باش نحكيو على التصريح لرئيس الجمهوريه قيس سعيد يتحدث على الازمات اللي قاعده صايره في البلاد، يحكي على ازمه الاحتكار، الترفيع في الاسعار، وايضا فقدان المواد الاساسيه وغيرها من الازمات. يقول انه هذا كل ياتي في اطار محاولات شبكات اجراميه تريد تاجيج الاوضاع الاجتماعيه في بلادنا. شنو رايك كمواطن؟ انا رايي الكلام كله صحيح، على خاطر كل مره تختفي ظاهره تظهر ظاهره جديده، ما عاد تقولش عليهم. كل واحد يستنى المواطن التونسي في الدوره يشوفه تنفس في من ناحيه يخرقوا من ناحيه اخرى، من المواد الغذائيه مثلا عس عس عس، السكر ساعات موجود، السكر ساعات مش موجود، وهو في المخازن يقولوا موجودين. تو تسال فما ناس في وزاره التجاره والكل يقول لك موجود، الكميه اللي تحتاجها تونس موجوده. يقول لك مثلا طلعت اشاعه على الحليب دارنييرمون كونه باش تقطعه، ما تقطعش، العباد ولات تخبي تهز بثلاثة ستيكات أربعة ستيكات، إفكتيفمون توا جينا نشوف نلقاها باللهفة، نلقاها إشاعة زايدة. الزيت الحمد لله موجود، فهمت؟ الزيت نتاع 15 دينار يقولوا موجود، أنا واحد من الناس شريت يجي ثلاثة ولا أربع مرات من عزيز موجود. هو اللي يقول فيه كل قيس سعيد صحيح، على خاطر كل شيء معناها نورمالمون متوفر، معناها توا في رمضان الحليب برشا حاجات موجودة. لكن قبل رمضان معناها اللهفة برشا كيما السكر، ثم عزيزة تجي فيه السكر، تجي فيه مرة في الجمعة العباد استوكاج، اللي البارح نشوف فيه صفاق سنة استوكاج نتاع السكر نتاع روز نتاع كل مطيشين، على أساس شنية معناها باش تعمل به؟ باش تشتري آلاف الطرانط نتاع السكر، ماك باش تخدم اللي تخدم والباقي ما توزعوا، باش يغلى كل شيء وتولي الكرة ترجع لقيس سعيد أنه ما نجمش يخدم، وارجع أنت للولايات وارجع المطارات، معناها قداش باش تصف البيع؟ هي لا يغير الله بقوم الا ما يغير بانفسهم، اذا ما يغيرش الواحد بنفسه وهو اللي يسعى انه يحقق الى الامام. كيف كيف معناها الاوضاع هذه معناها بارادتنا نحن، باراده الشعب. واحد برك ما ينجم يعمل حتى شيء. صحيح، فما يحبوا يعطلوا البلاد، فهمتني، يحطوا العصا في العجله، فهمتني، وربي معاه وربي ينصره، فهمتني، ومعنتها وكان هو باش يخدم تونس على الحقيقه ربي يعاونه، فهمتني، ولا كان باش يجي معنتها كيكه كلام كيما نقولوا احنا شعبويات، ربي ان شاء الله ينصرنا وكها. ينجم يطلع صحيح، على خاطر الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه مش عادي يا جماعه بصراحه، هاك تشوف والشيء اللي مفقود، معناتها الشيء مفقود، وناس كل واحد يزيد على كيفه الاسواق. اللي يحب الحاجه نتاع دينار يحسبها لك 1500 وبجنبه تلقاها بها ب 1100 وعادي، ما يهمهم ما عادش فما خوف، الناس ما عادش خايفه، يلزم وقفه صحيحه بصراحه. هو صحيح، فهمتني، توا برشا عباد سريك البلاد الكل كلوه ماكله، حتى الزوالي ما قالش كيفاش يعيش، فهمتني، هذاك علاش فهمتني وشاد هكاك صحيح ويلزم هكاك والشعب معاه. هو رايه اصلا حكاك، انا ما نعرفش من السياسه، اما يا خيتي ربي فضله نحى علينا كل شيء، نحى الاحتكار سيب الدنيا، قاعد يخرج البارحه نتفرج فيه بعد شقال فتر، ربي ان شاء الله يثبتوا. انا رايي قصرت في النقل، هم ناس عطل ما همش يعطلوا في البلاد الكل، في القرايه، في الخدمه، في حاجات. يعني تساند رئيس الجمهورية يقول راهو ثم شبكات، ثم ناس تعطل، خاصة أنا مانيش عام على الآخر، أما في النقل تسمع. علاش ترانت المرة فاتت في صفاق صنعوا شوين ترانت نتاع مقرونة يطيشوا فيها، يحتكر فيها يخباها على أساس باش يغلى، ما يعطيهاش للزوالي، على أساس باش تغلى وبعد يولي معناها كي يسمعوا الاحتكار باش يمشوا المخازن عشوائية ويقتحموهم. ولو تيشو حرقه معناها في الزبله ولا المواطن. والازمات هذه علاش يخلقوا فيها حسب هيك؟ علاش ياجوا في الاوضاع؟ كلها على الكرسي، كلها على الكرسي، ثم شو واحد الكرسي تعرف من اللي هو نار، اللي كان يعرف الكرسي الواحد ماذا بيه ما يقدم يمشي ما يقعدش في الكرسي جمله، هم كلها على الكرسي. ربي ان شاء الله يجريها اصلاح، واحنا توا في رمضان نورمالمون الاحتكار هذا نورمالمون اللي باش يصوم ويقبل ربي معناها صومه كامل ينقص، خاطر ثم ناس ما تنجمش تشتي سوا ولا مش يبدا رمضان معناها معدوس كان ب 500 ولا 700، كانت بريك من 600 ولا 800. اكل الزوالي اللي يستنى في شهر رمضان باش تحل عليه الصدقه وباش ينجم ياكل يولي تماما يموت، ما عادش
معناها هذا كل، وبعد يقول لك يحلس يقلب العباد وينحثوا ويقول لك باش ندوش وهاني غدو باش نمشي نصلي وباش نمشي نصوم. انسى، ما عندكش صوم اذا كانك انت عندك دين امام ربي، عندك ثم عباد معناها يسالوك فلوس وانت ما خلصتهمش، راهو انسى، لا صوم ولا حج. برا الساعه خلص العباد في دينها وقول له اللهم اقضي عنا الدين تو ربي يخلص دينك، اما مش انت تحتكر في السلع وانت تقلب العباد وبعد تقولها وتمشي للتراويح وبعد تمشي تقلب. فما لوبيات تحب على النفوذ، عندها المال وناقصها النفوذ، تحب السلطه المال والجاه، يحبوا ياخذوا الجاه باي صوره، فهمت؟ على حساب المواطن التونسي، فهمت؟ الرئيس قيس سعيد عامل مجهود جبار، ولو تنقصوا الحنكه السياسيه تنقصوا، خاطر انسان هو بتاع قانون ماهوش بتاع سياسه، اما قاعد قايم بالواجب نتاعو، يلزم فما شويه العباد تعاون، فقاعدين يعاونوا وقاعدين يوصلوا للخلل كي ديرنييرمون تو على العمره، فما ناس تاخذ مثلا سيرتيفيكا ميديكال وعرفوا يغطي عليه، فهمت؟ يغطي عليه بمرتين وثلاث ومن بعد يشيخ ويجيب له كادو من السعوديه باش يسكتوا. كيفاش تتعامل مع ازمات الاحتكار، مع ازمات فقدان المواد الاساسيه، مع الترفيع في الاسعار كمواطنه تونسيه كيفاش تتعامل معها؟ بالنسبه لارتفاع الاسعار ساعات والله ساعات انا ما نحبش ناخذ، نقول نتنازل، نقول فك عليا مش لازم الحاجه هذيك ناخذها ونقول دونك. الازمات هذه انت تتاقلم معاهم، صابره عليهم؟ صابره صابره. صابره من اجل شكون؟ ان شاء الله تحسن، نحب على تونس، نحب تونس تحسن، نحب الاحسن ان شاء الله، بلادنا تولي منوره وترجع كما قبل. نحاول باش نتقشف شوي شويه شويه، حتى تشوف مثلا السكر نحاول باش ننقص، هو دواء حتى كي ننقص وباهي نلقى اقتصاديا. صابره من اجل شكون؟ من اجل تونس ومن اجل اولادنا، ربي فضلهم الكل وربي عايشهم، يا ربي ايش نقول لك، ربي ينصروا. كيما نسكن نشدوا الصف وناخذوا كهو، مش عندنا نعملوا عود واحد ما يقضي نار بنيتي وهو وحده ما نجمش ويزموا رجال وكهو. يعني ثم شكون يقول لك انا ماهيش ما على باليش معناتها بالمشاكل هذوما نتاع انا الدوله، مهمتي الدوله توفر لي الحلول، ما يعنينيش تبريرات الدوله، ما يعنينيش كلام الدوله حتى رئيس الجمهوريه. مش هو يضوي على الدنيا ومش هو اللي يسمش، هو ما نجمش هو واحد. والدولة معنا من قبل هرسها، معناها هرسها زين وكملوا عليها هما. يعني أنت كيما برشا توانسة يقول لك احنا صابرين مع رئيس الجمهورية ويقول لا أنا صابر معه، أنا برجولية صابر معه، وناخذ في 188,000 والحمد لله يا رب، مستقنع بالقليل يأتيك الله بالكثير، أنسى باب الطمع أنسى باب الفقر. علاش الثقة هذه في رئيس الجمهورية؟ نعم؟ علاش الثقة هذه كل في رئيس الجمهورية؟ على خاطرش بالمعاينة، مش هذا أقوى دليل وعبر في النتائج، هو عامل نتائج خيرة ربي. ما شنو النتائج اللي شفت انت؟ هيك تشوف فيها اخي، انا تكلمنا عليها النتائج. ثم تحسن ماشي نحو ان شاء الله، ان شاء الله يا رب يعجل اللي يجي بعده يجي خير، مش اللي يجي بعده يكون اقل. يولدي الله لا يقدر وكاهو. الدولة قائمة بواجبها، ثم إرادة سياسية عفوا من أجل الإصلاح والبناء. ناقصة ياسر بصراحة، ناقصة، يحبوا يصلحوا وشيء باقي مسيب، هما ينقصوا 10 يتزادوا 30. فهمت كيفاه؟ قد ما ينقصوا هما قد ما الشيء قاعد يزين، يلزم يا خويا وقفه صحيحه. كل واحد كل شيء يقول لك العصير، معناها واحد يقول لك باش هذا معناها باش يترشح لدوره اخرى وثم يعني حمله انتخابيه. حمله انتخابيه اخرى وكوي. وانت شنو تقول؟ والله انا راني صابر كيما الناس. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. شنو رايك في اداء رئيس الجمهوريه بصفه؟ اداء تبارك الله. اداء حتى برشا ولاد برك تو كيما الوالي نتاع بن عروس يعطيه الصح، انا نشكر صنيعه، لكن هاو تو اليوم في التهجم، اليوم متهجمين عليه على اساس قال لك ما حقوش يقتحم وما حقوش يجي والكراسي هكا وكورونا، معناها ديما ارضاء الناس غايه لا تدرك. انت شنو رايك في رئيس الجمهوريه قيس سعيد حسب ما قال؟ لحد الان ماشي بالكدا، ماشي في طريق الصحيح وربي معاه، يعني عنده النيه للاصلاح ومعناتها بناء البلاد واصلاحها. الله اعلم، واحد ما ينجمش يدخل في الخفايا نتاع العبد، مي على حسب ما راوه وحسب ما قاعد توا يعمل في زيارات فجائيه والكل، معناتها ماشي في الطريق الصحيح، ماشي في الطريق الصحيح.
فهمتني؟ وزيد احنا توا انا عشت مع فتره بورقيبه فهمتني؟ بعد بورقيبه سيء، تونس سيء، انتهت. ان شاء الله سي قيس معناتها يرجعها في طريقها الصحيح، ماشيين نحو الافضل كما يقول رئيس الجمهوريه ان شاء الله. تونس تولي دبي ان شاء الله، نصبروا احنا برك، نصبروا احنا الشعب، نصبروا هاو طيب يتعدى ويفوت. يعني متفائله في ظل الوضع هذا كله حتى انا ما ربي يهزم تاعي، وعندي احفادي يعيشوا لاباس ويقراوا لاباس وفي امان. هي يحب لها راهو القماش الابيض كي يتوسخ شي يحب له، شي يحب له جذيله شويه، فهمت كيفاش؟ هذا هو. وان شاء الله تونس من احسن الى احسن، وان شاء الله يقدها. احنا عطينا يرخص لنا رقفه الزوالي، رانا متنا معناتها، واحد يخرج 100 ما عاد يرجع بعدها فرنك. هذاك اللي طالبين منه حتى شيء الا يحسن لنا الوضعيه نتاع البلاد.